السلام عليكم. عرفتش بدا اللايف ولا ما بداش؟ بدا. السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم. الناس اللي كيقولوا السلام عليكم، وعليكم السلام. واو تبارك الله. نتسناو واحد 2 مينوت ولا دقيقه ولا 2 دقائق الدراري يدخلوا. الله يبارك فيك اخويا سيمو، الله يبارك فيك. وعليكم السلام الدراري، تحشكم كاملين. انا عارف انني غابر عليكم مدة هذه، ولكن اللحية ولكن صراحة الله كنقول ديما في المغرب انني ندير معكم اللايف، ولكن من صدف الله ما كتجيبهاش الوقت وما عرفت والله الا ما عرفت ما كتبغيش تمشي معايا، ما عرفت علاش. واش توقيت في المغرب دابا ولا انا حيت مسالي في دبي دابا بوحدي طاح الظلام وما كانش ما عرفت. المهم وقت ما جرى خير ينفع الحمد لله. دري كلكم شكرا. الناس اللي كيسولوا عليا فين غبرتي، ما غبرتش، حدي هنا موجود. وكنشكركم على الاسئله، على اللي كتسولوا فيا والتسال، بالعربيه هي التسال والله اعلم واش هي. صراحه الله جاوني بزاف ديال الاسئله في البرايفت، وحتى ما قدرتش نقراهم. بديت كنقرا فيهم حتى ما قدرتش انني نقراهم، ولكن سجلت شي نقاط عندي هنا واللي ممكن نجاوب عليهم. كنتسنى غير انه يدخلوا الناس باش نبداو باش ما نعاودوش في الهضره. الصوت هو هذاك، الصوت وصوره، الصوره ماشي مهم، الصوت واش هو هذاك. نبدأ بواحد السؤال هنا تعاود شحال مرة، قال لك الموازنة بين العمل والدراسة شيء ممكن أو يجب التخلي عن أحد الطرفين؟ خويا على حسب فين كتقرا، يعني ما غاديش تكون كتقرا في الباك ولا كتقرا في الثانوية في سانكيام ولا في سيزيام ونجي نقول لك لا تخلى على القراية ديالك، هذا غلط. ولكن إلا أنت طالب جامعي ولا في المدارس العليا نقدر نقول لك نقدر، وهذا الرأي الشخصي، تحاول تعطي اهميه للعمل اكثر من القرايه، لان القرايه ما غتهربش في الجامعه. في الجامعه القرايه ما كتهربش، ولكن في سانكيام ولا في سيزيام ولا في البكالوريا غتهرب. الا ما قريتيش راه غادي تعاود مره جوج غيجريو عليك، ولكن لا الجامعه ولا الفك راه ممكن تلتحق، وممكن يعني ترجع ليها وقت ما بيتي وما عندك مشكل. حيت شخصيا انا من التجربه ديالي الانطلاقه ديالي كانت في ايام الجامعه، يعني ايام الجامعه لقيت ان عندي وقت بزاف في نركز على العمل على الانترنت ولا على البيزنس اونلاين. حيت انا ماشي مجبر ندخل لافاك، وماشي مجبر انني نحضر في الدروس، وعندي هامش كبير ديال الوقت اللي استغليته والحمد لله. ولكن الا كتقرا في الباك لتحت نقول لك ركز اخويا على القرايه ديالك هي الاولى. عدران الاسئله كيدوزوا بزاف، كيفاش كدير البرودكت ريسيرش؟ البرودكت ريسيرش اخويا ما كانش شي طريقه نقول لك ها كيفاش كندير، ولكن على حسب الدوله فين خدام. ناخذ مثال بالمغرب، نقدر نقول لك المغرب ماشي غادي الا انت خدام في الايكوم لوكال في المغرب ما غاديش يكون عندك واحد مشكل كبير تلقى البرودويات اللي غتبيع. يكفي انك تدخل كل نهار الفيسبوك ديالك كما كنسميها مدرسه الفيسبوك، تدخل الفيسبوك ديالك وانت كدوز هكا في الفيدز عندك راه تلقى الاف ديال المنتجات الناس اللي كيبيعوا وتيستي. هنا ما كيبيعوش الناس البراند، ما كيبيعوش واحد البرودوي اللي ما كاينش، راه اللي كيتباع تما نقدر نقول لك 90% او 95% من داكشي اللي كيتباع تما موجود بزاف بزاف بزاف
في جابوا غير في درب عمر ولا في قرج علال ولا في انزكان ولا في شي بلاصه اخرى في المغرب اللي موجود سلعه. واخا الاخوه اللي كيقولوا دير السيف ان شاء الله. كنحاول ناخد شي سؤال. الناس اللي كيسولوا على واش نبدا في ادسانس ولا في الريسكين، صعيب اخويا نقول لك غتبدا بدا في الدومين اللي انت عندك فيها شويه ديال لاباز، يعني ما يمكنش نقول لك سير مشي لواحد المجال اللي ما كتفهم فيه الا دي باعته. هذا غلط، سواء في الريسكين سواء في ادسانس سواء في اي كوم سواء في الدروب شيبينغ سواء في امازون في اي دومين تخليه. الا انت محتار بين جوج حوايج كننصحك انك تمشي لواحد اللي انت قريب ليه اكثر واللي كتفهم فيه اكثر. واحد الاخ قال لك بغيت نبيع منتج ديالي على برا، شنو خاصني ندير اخويا بتبيع على برا؟ واحد السؤال اللي هو فاك شويه، يعني واحد السؤال كبير بزاف. تبيع على برا اول سؤال خاص تسول راسك، هز ورقه وسير وسول هاد الاسئله لراسك، فين بغيتي تبيعو وكيفاش بغيتي تبيعو. هاد جوج الاسئله نهار تجاوب عليهم تقدر اخويا انك تلقى الحل المشكل ديالك. هنا غنوقف باش غير نكتب السؤال ديالك من عقل عليه بلا ما نكتبه، غير غادي نوقف على عند واحد النقطه. اغلبيه ديال الناس اللي خدامين في الاونلاين ماركتينغ او في اي مجال في العالم، المشكله اللي عندهم انهم ما كيطرحوش الاسئله المناسبه على رؤوسهم، ما كنهضروش ملي كتكون انت قدامه ولا اي واحد خبير قدامه كيطرح ليه السؤال المناسب، ولكن هو بينه وبين راسه ما كيطرحش السؤال المناسب. لان ملي كطرح السؤال الصحيح كتلقى 50% ديال الاجابه ديالك. مثلا الاخ اللي سولني قال لك خويا بغيت نبيع منتج ديالي على برا، شنو خاصني ندير؟ اول حاجه الا سولتي واحد جوج اسئله على راسك غادي تجاوب على كل شيء. السؤال الاول فين بغيتي تبيعو، السؤال الثاني كيفاش بغيتي تبيعو. علاش ملي كتسول راسك فين بغيتي تبيع، ملي كتقول بغيت نبيع في الدوله ا اوتوماتيكمون راه كتلقى الحلول اللي متوفره بديك الدوله. نعطيك مثال، قلتي لي بغيت نبيعو في المغرب او بغيت نبيعو في فرنسا، ملي كتبغي تبيعو في فرنسا اوتوماتيكمون راه ساهل عليك تلقى طرق باش كيديو الناس السلعه من المغرب لفرنسا. وكيفاش بغيتي تبيعو؟ واش الناس غيخلصوا اونلاين دامونس ولا الكاشين ديليفري؟ ملي عاوتاني كتجاوب على هذا السؤال راسك، الا انت اونلاين راه غتمشي فيه، الا كاش ان ديليفري عاوتاني غتقلب على الشركات اللي ممكن تعاقد معاهم اللي كيديروا داك الكاش ان ديليفري في ديك الدوله ديالك. يعني ماشي واحد معادله صعيبه، سهله جدا. جاوب على الاسئله ديالك، كتبهم في ورقه وستيلو وسير قلب عليهم ديك الساعه. ملي كتحدد المشكل فين عندك غتلقى ليه الحل. اصعب حاجه في العالم ملي ما كتعرفش المشكل فين عندك. نتمنى تكون اخويا جاوبتك. واش الايكوم في المغرب فيه ما يدار؟ طبيعة الحال فيه ما يدار، وهي واحد الفرصة اللي شنقول لك كبيرة بزاف. والناس كنعرف الناس مقربين ليا او كنتلقى بهم اللي كيديروا مبالغ كبيرة بزاف في المغرب بلا ما نقول الارقام، حيت غنصدموا غادي ندخلوا في ديك الخانة ديال الصدمة. نحن في غنى عنها ان الارقام اللي كيديروا بعض الاخوان ولا الاخوات في المغرب تضاهي الارقام اللي كيديروا الناس على برا. وتقبية لا ضرر كنقول لك. غير هو الايكوم في المغرب او اي ايكوم بازي على الكاش اند ديليفري، يعني اي ايكوم بازي على الدفع عند الاستلام، عنده قوانينه وعنده طريقته ديال الخدمه اللي خصك تضبطهم. نشرح لكم كيفاش. ملي كتخدم دروب شيبينغ كيولي عندك العقده او المشكل او الصعوبه في جوج حوايج، انك تلقى البرودوي اللي كيتباع، والثانيه في الفيسبوك ات انك تجيب المبيعات. هاد جوج العراقيل اللي كيكون عندك ملي خدام دروب شيبينغ. ملي كتخدم كاشين ديليفري، يعني بيزنس ديال الايكوم بازي على الكاشين ديليفري او الدفع عند الاستلام، هاد جوج حوايج ماشي هما اللي كيوليو عقبه، لا البرودوي كاين ولا الفيسبوك كيولي مشكله، لان الكوست بابرشيز طايحه بزاف، كتوصل $3 ولا $2 ولا $2 في اسوء الحالات. يعني ما كتوحيش مع الفيسبوك باقي،
ولكن كتحل خصك تركز انه كاين حوايج اخرى اللي خصك تحل معاهم، اللي هي التوصيل، اللي هي الاو في يعني الافريج اوردر فاليو، اللي هي تقدر تطلع البروفيت من مجموعه من العوامل اللي غيدير لك فلوس، الروتور طالع ولا هابط، كيفاش الناس يوصلهم السلعه في اقرب وقت، كيفاش تتعامل مع الليفرور ديالك، كيفاش تتعامل مع التيم ديالك، كيفاش تتعامل مع الكول سنتر ديالك. يعني هنا كتنتقل لواحد المستوى ثاني اللي خصك انت تكون كفء به او قادر انك تجيري. ملي ما كتقدرش تجيري هاد الحوايج، هاد الحوايج انا كنسميهم الاوبريشن، ملي ما كتقدرش تجيريهم اللي هما برا هاد البي سي، نكون معك صريح، كتولي في مشكله. لان اغلبيه ديالنا منو وجبد الخلفيه ديالنا فين جينا، ملي جينا الايكوم جينا بدروب شيبينغ. يعني ما كنظن كاين شي واحد بعدا في الدراري المغرب لانه جا بدا بالكاش اند ديليفري، كلشي تقريبا نقدر نقول لك 90% او حتى 99% جاو بالخلفيه ديال الدروب شيبينغ. اللي جا بالخلفيه الدروب شيبينغ ودخل الايكوم لوكال اللي مبازي على الكاش اند ديليفري غادي يفشل الا بقى بنفس العقليه. ماشي قلت لك راه كيفشلوا، غادي يفشل الا بقى بنفس العقليه، انه البيزنس اللي مبازي على الكاش اند ديليفري عنده خصوصيه ديالو، عنده اهتمام، يعني امور مهمه اكثر من انك تجيب السيلز. يعني ما بقاش في السيلز بارابور مع الدروب شيبينغ. وبالمناسبه في عرب افيليت ساميت غنكون سبيكر في اليوم في النهار الاخر في واحد الوركشوب ديال الاي كوميرس، غنهضروا على هذا الشيء بالضبط. نتمنى انكم تحضروا تستافدوا، وغنهضروا على العرب افيليت ساميت من بعد. شوفوا اسئله اخرين. الاخ سولني تطوير مشروع الاي كوميرس لوكال، يعني اي كوميرس في المغرب بعد الحصول على قاعده زبناء مهمه. ملي كتقول لي عندك قاعده زبناء مهمه، يعني انك ديجا بعتي لواحد الرقم كبير، هذا الرقم كبير ممكن تخدم به انك مثلا كنتي خدام غير البرودويات ديال الشينوا او البرودويات المتوفره في السوق اللي كتشريهم كتعاود تبيع فيهم. ملي عندك قاعده بيانات ديال الناس اللي شراو من عندك، انصحك انك تدوز الليفل الثاني اللي هو انك دير البراند ديالك وتخدم عليها وتفوكسي انك تارغيتي هاد الناس اللي ديجا انك انت عارفهم انهم شراو، ولا تخدم بنفس القاعده البيانات اللي هما الناس ديجا شراو وتخدم بهم لوكالايك، تقدم دي كوستوم اوديونس، عطى الله ما دير بهم. كان يو ريكومند منتور؟ لا خويا ما نقدرش نقول لك حتى شي منتور، لانني اصلا ما كنعرفوش وبعيد على هذا الدومين. فاش كتخدم دابا؟ كنخدم في اي حاجه ممكن نطلع منها فلوس في الانترنت. كيف تتعامل مع مراحل النزول في الحياه؟ اتكلم عن كيف تكره، كيف كيتكره كل شيء ولا كيهبط المورال لتحت الصفر، كيف تتعامل مع هذه الظروف ولا ما جاتكش. سؤال مهم، رغم ان اكثر الناس ما كيعجبوهم بحال هذه الاسئله. ملي كيكون شي لايف، ملي كيكون شي ايفنت، ملي كنكونوا كنتلاقاو، اغلبيه ديال الاسئله ديال الاخوان هي اسئله تقنيه اللي ممكن الجواب ديالها يلقى غير في اليوتيوب. ولكن بحال هذه الاسئله اللي هي مهمه جدا وهي اللي كتهرس لواحد ولا كتطلع ولا كتهبطو ما كيسقش الاخبار. اغلبيه ديالنا كيعرف كيفاش يدير فيسبوك ادز، كيفاش يجيري بيزنس، كيفاش يجيب السلعه، كيفاش يبيع، كلشي ما وليناش في واحد حنا دزنا ديك الفرحه المرحله ديال انه ما عندناش المعلومات. تبارك الله كاينه والاخوان ما قصروا، يعني الدراري داروا اللي بجهدهم وبارطاجوا. المشكل دابا اللي كاين هو انني انا عارف كلشي، عارف كيفاش نخدم، خدمت كنهز اللابتوب كنخدم شويه كيجي كنديموراليزا كيتحلي المورال ما فيهش اللي يخدم، كنخدم شويه في البي سي كنمشي للشات. هنا اخويا شنو نقول لك، هاد الحاله كتجي وكتجينا كاملين، واللي قال لك ما كتجيش راه كذاب. غير من بعد ما تجي كيفاش كتجاوزها، هذا هو اللي خصك تعرفه. انه مع عمرك، اول نصيحه نعطيها لك، مع عمرك تحط اهداف كبيره. نعطيك مثال، ملي كنقول انا هاد السيمانه خصني نفوت ولا هاد الشهر خصني نفوت 1000 اوردر مثلا في النهار، هذا غير مثال.
الا جيت من هاللون فوكسي فوكسي على مركز على 1000 اوردر في النوم ما غاديش نوصلها بطبيعه الحال الا بمعجزه او بقدره قادر وهذا مستبعد. ما غاديش نوصلها غندبس تنتقاتل والانرجي ديالي كاين هذاك النهار حيت انا موتيفي بديك 1000 اوردر ولكن غنتقاتل النهار كامل ونخسر الطاقه ديالي والمجهود ديالي وما غنوصلهاش وغادي يجيني المورال غيطيح وغادي نطلع ليا الدم الى اخره. اذا النهار الاول ركز لي على 10 قول انا اليوم نجيب 10 المبيعات عرفتي ان شاء الله تجيب 50 قول انا 10 وكرش عليها انك دازت نغد ليها انا بغيت 15 الى اخره. وان فوا كتشوف دوك الاهداف الصغار اللي كتحط نتا الراس كتحققها كتخلي داك الموتيفاسيون ديما طالع عندك طالع عندك يعني ملي كتقول اه البارح جبتك 10 اللي حطيت تري بيان غد لي 15 تقول واجبتها كتحفز لك 30 ديال اليوم الثالث وكتحفز لك 40 اليوم الرابع. ولكن ملي كتقول انا بغيت 1000 وما درتهاش نهار النهار الثاني كتفيق عاوتاني تقول لا غنديرها اليوم لا البارح غير كنت وما غديرهاش. ما نضحكوش على ريوسنا كاين الطاقه البشريه عندها دي ليميت يعني ممكنش نقول لك غدير 1000 اوردر اليوم بوحدك كنهضر على بوحدك ماشي عندك تيم ولا اللي عنده تيم ما كنهضروش عليه اللي عنده تيم واخا ديمورايزا هو راه تيم باقي خدام. دونك اخويا حط لك اهداف صغيره وان فوا كتحقق واحد الهدف كرش عليه اوتوماتيكمون كيجي داك التحفيز الذاتي ما كتشناش شي واحد تفرج فيه فشي لايف ولا فشي ستوري باش يحفزك لا كتحفز راسك. واهم تحفيز الاخوان وهذه نقطه مهمه ان اهم تحفيز هو ملي كتحفز راسك مش كيحفزوك الدراري ولا كيحفزك شي واحد اخر هو اللي كيبقى. Est-ce que c'est possible de faire e-commerce avec un âge de 5 ans واحد السيد كيسول سي سعدي الحسن واش ممكن ندير e-commerce وعندي 50 عام. ربما هنا السؤال ديالك هو واش لاج باقي كيصلح بطبيعه الحال اخويا كيصلح لاج. ربما انت في المرتبه ديال الوالد ديالي وكنحترمك بزاف وكنقدرك لانك متابعني وكتفرج فيا ولكن انا اللي عارف رغم انني لست اهل نعطي لك النصيحه هو ان مع ملاج كيكون كيحبسنا على شي حوايج نديروهم. بالعكس 50 عام باقي صغير و50 عام باقي عندك العطاء مادام انت عارف شنو هو الايكوميرس مادام انت داخل في الدومين اذا تقدر ديرها علاش لا. سبحان الله العظيم السؤال الثاني واحد السيد قال لك اخويا شي نصيحه لشخص في عمري 16 عام كبيرهم وصغيرهم. خويا 16 عام انت باقي صغير وداك النهار كان غير بين قوسين كنهضر مع صحابي قلت لهم يا ريت لو عاد بي الزمن 16 عام و 18 عام و 20 عام بهاد الانرجي اللي عندي دابا كنت غنتعلم حوايج اخرين كنت غنركز كنت غنستغل الوقت ديالي اكثر. اذا انت في ديك البيريود اللي حنا كنتحسروا عليها او انت في داك لاج اللي حنا كنتحسروا عليه انه ضاع منا ننصحك اخويا تركز على راسك ما تسوقش البنادم ركز على الاهداف ديك اللي بديت توصل ليها ركز على الطريقه باش بديت تعيش حياتك وخدمه خويا وحتى حاجه ما غتحبسك مادام انت بيتي. السؤال على الخاص تحياتي خويا ما عرفت اوي ها قلنا سمحوا لي الدراري الى الاسئله كثار وكيدوزوا دغيا. شنو الحل باش الفيسبوك تقبل بي بي ان اس بيمنت ميثود باي بال؟ انا اللي عارف اخويا ان الفيسبوك كتقبل باي بال كبيمنت ميثود الا اذا كان ديجا مباني ولا اذا كان ديك لا كارت اللي باش ملي مبانيه ديجا. اما من غير هذا الشيء ما كنظنش انهم كيرفضوا. انا مؤخرا يعني شنو واخا شي شهر هذا قاديت باي بال جديد وليتو مع واحد اكونت جديده بدون مشاكل. الحل الوحيد باش ما كيتقبلش الا كان ديجا مباني فشي اكونت اخرى ولا ديك لا كارت باش ما اكتيف بي داك باي بال ديجا مبانيه. هادشي اللي عارف والله اعلم. شفتك
كلشي كيسولوا على الايكوم لوكال. واش عندك شي تجربة في السيو في مجال العقار؟ لا ما عنديش اخويا تجربة في السيو في العقار، ولكن عندي تجربة في العقار في الفيسبوكات. ديجا سوقت لشركات هنا في الخليج، بالتحديد في الامارات في دبي. كنجيب لهم لي ليد، يعني انه مثلا كيكون شركة كتبيع ديزابارتمون فيلات عقار بصفة عامة، انا كنجيب لهم ناس مستهدفين بغاو يشريو، يعني ماشي كنجيب لهم واحد خصو يشري، لا كندير دي كومبين ديال ليد اللي كتعرفوها كاملين ديال، وكنستهدف الناس اللي ممكن يشريو عندهم. انا الحاجه اللي كنديرها كنبيع لهم دوك الارقام ديال الهواتف، يعني ديك الليسته ديال ليد اللي كتطلع لي بالسميه والمدينه والنيميرو التليفون، وما كيهمهم النيميرو التليفون، يعني الشركات ديال العقار كيهمهم النيميرو التليفون، عندهم كول سنتر خدام فيه بنات او دراري يعني بنيفو هار بزاف في الاقناع وفي الهضره وفي الشفوي كما كنقولوا في المغرب. يعني هما يكفي انك تجيب لهم رقم هاتف ديال واحد عميل او زبون محتمل انه بغى يشري او مهتم بانه يشري، سواء دابا سواء حتى في الشهور او السنوات المقبله، ما عندهمش مشكله هما. ما غاديش نذكر الرقم، ولكن نقدر نقول لك انه داك الليد داكشي باش كنبيع، داكشي باش كنبيعو ليهم يفوق داكشي باش كنجيبو مضروبه في 50. مثال نعطيك غير مثال، الا كنت كنجيب ليد بدولار كنبيع ليهم داك ليد ب 50 دولار، ولكن هادشي ماشي يعني غير هكاك، راه هما كيديروا معاك تيست، كتعطيهم واحد 100 ليد ولا 1000 ليد في الاول، كيشوفوا الكواليتي ديالهم، كيعيطوا ليهم، كيشوفوا شحال فيهم كيكونفيرتي لهم. يعني الا عطيتهم 1000 واحد خص اموان يشري عندهم برطما واحد 10 فيهم ولا على حسب الرقم بالضبط، ما عارفش الرقم باش ما نكذب عليك، داكشي متعلق بهم هما ولا لا يصرحون به، وما كنسولوهمش لان ماشي سوقي. عطيهم انا اكس عدد خدموا عليهم عجبهم الكواليتي قال لي كمل معنا. هادشي فاش خدمت في العقار، هذا كان جواب السيد اللي سولني في مجال العقار. هادشي في الخارج ماشي في المغرب، ماشي في بلاصه اخرى، حتى غير بين قوسين جات عندي شركه في المغرب بحال هكا ندير لهم نفس الخدمه، قلت لهم نبيعوا لكم الليد، قال لك لا لا خص تعطينا الليد وحنا حتى نبيعوا عاد ندوروا معك. قلت لهم والسلام. السؤال جاوبناني سي محمد بريد بنك. خويا الله يعطيني العمل، فهمت السؤال ديالك، كتب هكا سي محمد بريد بنك ابراهيم لوبي. اخويا عاود سؤال. الناس اللي كيقولوا السلام وكيسولوا صور فيكم الخير، الله يبارك فيكم. يكون لوكال واش لابد من التعاقد مع احد مكاتب الارسال؟ الا كتقصد ديال امانه، لا خويا ماشي بالضروره، ماشي بالضروره، غير الفرق انك ملي كتصيفط مع امانه بعادي جوك خوات 58 درهم، والا كتصيفط بعقد اللي كيربطك بهم كشركه كيوصل بعض المرات حتى 30 درهم على حسب الاتفاق ديالك معهم. الله يكبر بك اخويا، الله ينورك. طرق ندخل السلعه من الصين حيت جربت نخدم بسلع متوفره في المغرب كتلقى المنافسه كثيره. هذا السؤال ديال الاخ ايمن البوكيلي. سي ايمن شكرا على السؤال ديالك. كيسول كيفاش يدخل السلعه من الصين حيت جرب يخدم بالسلع المتوفره في المغرب وكيلقى منافسه. خويا اول قبل كل شيء غنبدا لك بكتلقى المنافسه، كتلقى المنافسه شيء جيد جدا، انا خذها على ضمانتي وثق بيا انه البرودوي ملي كتلقاه كيبيعوا شحال من واحد هنا على الاقل كتعرف ان داك البرودوي كيتباع. هنا اش كيخصك انت دير؟ انا عزيز عليا نبيع البرودوي اللي كيبيعوا كلشي. لا نقول لك علاش، وهذا ما عرفت واش عمركم سمعتوها ولا فكرتوا فيها، ما عرفتش. ملي كيبيع البرودوي ديالك اكثر من شخص، هذا احسن واحسن برودوي ممكن تبيعو. تقول لي كيفاش هذا الحمق هذا، يعني البرودوي كيبيعو كلشي منافسه وتقول لي علاش؟ الا انت ذكي في جوج حوايج، الا ذكي انت فانك دير سباي على المنافسين ديالك، وذكي فانك تحط اد كوبي اللي هي كيفاش نشرحها لك، هي نتيجه
او حلول للمشاكل اللي طاحوا فيه المنافسين ديالك. نعطيك مثال، نفترضوا نعطيك البرودوي بداك السيكس باك ديال سميتو ديال العضلات، هذا كلشي كيبيعوا في المغرب حاليا، وهذا كلشي كيبيعوا، كلشي خدامهم مزيان، وبرودوي تقريبا ما فيهش مشاكل، نادرا فيه المشاكل وخدام. انا هذا البرودوي خدمت عليه وخدموا عليه الناس ومطلع منه بروفيت، علاش؟ ملي انت كتبيعو انت بثمن اكس وبأتكوبي معينة وفيديو معين، انا ملي كنجي نبيعو من بعد منك خصني نكون ذكي باش نعتبر انك انت ديجا هيأتي ليا داك المشتري لذاك البرودوي، حيت ماشي كلشي كيشري من نهار الاول. الا شاف برودوي ديالك 1000 واحد كيشريو عندك 6 ولا 5 مثلا، دوك 995 مثلا، انا ملي غيشوفو برودوي ديالي عفوا الادس ديالي من بعد منك انت، بحال الا انا دايرو تارغيتينغ فابور. غير هنا خصني نكون ذكي فاش في الاد كوبي ديالي تكون كتجاوب على المشاكل، عفوا كتجاوب على الاسئله اللي بقاو في الذهن ديالو ملي شاف الادس ديال المنافس ديالك. مفهوم هذه النقطه الاخوان؟ يعني انا الادس ديالي غيجي من بعد ديالك، ولا الادس ديالي غيجي من بعد مجموعه من الزادس ديال الاخوه المنافسين، خص الادس ديالي يجاوب على الاسئله اللي طرحوا في دماغه واللي خلوه ما يشريوش عند الاخرين. هنا قلت لك خص تكون ذكي وغتبيع واخا كاينه منافسه. يعني انا شفت الادس، داك الادس ما قنعنيش، باقي عندي اسئله في دماغي، الاد كوبي ديالو ما قنعتنيش. دونك انا الا كنعتبر راسي ماركتر واعر وماركتر ذكي وكيخدم، ما كانش الوعوريه الا بالخدمه، هي انني نقرا المنافسين ديالي، نقرا الاد كوبي ديالهم، نقرا كيفاش خدموا، ونحاول نجاوب على اسئله اللي ممكن يطرح العميل او الزبون وما جاوبوش عليهم الاخرين وخلوه ما يشريش. باش انا كيجي عندك الساعه طايب كما كنقولوا، طيب يعني كيجي كيشري وكتطيح لك الكوس بابورشيز بواحد الثمن خيالي جدا. هذا ديال سيكس باك كنت كنبيعو فواحد الفتره، دابا حشتو كان دري صاحبي صديق ديالي كيبيعو اون طون، كان كنجي الكوس بابورشيز بجوج دولار، انا كنجيني ب 0.3. دابا تخيل معايا، يعني كيبيعو هو بجوج دولار، انا كنبيعو ب 30 سنت. ولكن انا جدرت، حاولت في الاد كوبي نجاوب على جميع الاسئله او التساؤلات اللي طاحوا في الدماغ ديال داك العميل ملي شاف لي زاد الاخرين وما شراش. هنا جاوبتك على المنافسه اخويا، تدخل من سلعه، كاينه واحد الطريقه اللي كنعرفها اللي هي قانونيه، انك دير شركه ديال التصدير والاستيراد وتجيب سلعه من الشينوا. وهنا انصحك باقرب ترونزيتير هو اللي يقدر فيك يفيدك اخويا بهذه المعلومات. خويا محمد شكرا لك بزاف على هذا المجهود الرائع. المهم كنتمنى تكون بخير وعلى خير. باش تنصح شي حد ما بغى شي حد بغى يبدا وما عنده ريال، كاملين اخويا الناس بغاو يبداو، وسمح لي انا صريح، يعني ما غاديش نقول لا خصني نقصح مع السيد باش ما يتقلقش مني، بالعكس راه اللي كيقول لك في وجهك وكيقول لك قصح هو اللي بغى لك الخير. خويا كاملين الناس بغاو يديروا لاباس، كاملين الناس في هذا العالم بغاو يديروا الفلوس، وما كاينش شي واحد على فوق هذه البسيطه غتسول تمشي عنده واش بغيتي فلوس يقول لك لا، الا احمق او سافل، هذه نتفاهموا عليها. اذا شنو هو الفرق بينك انت وبين الاخر اللي ما دارش؟ الفرق الوحيد هو انك خدمتي وهو ما خدمش، او انه هو خلى الاعذار وكيعطي الاعذار راسو وكيقنع راسو بهضره انه ما يمكنش، لا ما عنديش الفلوس، لا ما عنديش راس المال، لا مخبين عليه المعلومه. وانت لا، انت خصك تلقى حل المشكله ديالك، انت خصك تخدم وتقاتل. انا عرفت الناس وديما كنقولها، ماشي سي لا بروميير فوا نقولها، انه كنعرف دراري قسما بالله الا فرشوا حدا الجامع باش يجمعوا الفلوس ديال الادز. انا عارف ناس خدموا في القبص باش يجمعوا فلوس الادز، عارف ناس خدموا في البني، عارف ناس خدموا في اللي كان باش انهم سميتو باش انهم الى
يجمعوا راس المال اللي يخليهم انهم يبداو. دونك انه ما كاينش شي عذر يخليك ما تبداش الا انك ما بغيتيش. باش نكون واقعيين، ما كاينش حتى شي عذر الا انك ما بغيتيش. انا العذر الوحيد الذي يقنعني في هذا العالم هو ما بغيتش. ملي كيقول لي شي واحد ما بغيتش كنقول ليه يعاون ربي. شي حاجه اخرى عندها حل، جوج حوايج، ما بغيتش والموت صافي. سمحوا لي كي يدوز الاسئله بالزربه. باش السؤال الجديد ما متكرش. كلشي تبغى اللوكا في المغرب. قلت سؤال مختلف. انت تتكلم عربي؟ الهولد بيبال اخويا، الناس اللي كيسولوني حيت بزاف الاسئله ديال الهولد ديال بيبال. الى مشات هولد هذيك 180 يوم انساه، 180 يوم مازال ما وصلتش لهذا النيفو ديال 180 يوم. حاول معاهم في التليفون، حاول تقنعهم. ملي كتوصل 180 يوم نادر جدا 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 انك ترجعوا. مع من انا شخصيا ما عملتش شي واحد من بعد 180 يوم ورجعوا شخصيا. شو هادي كيقول لك الكونيكسيون ما خدامش، واش كيتقطع اللايف كيتقطع اخوان؟ واحد كيسولني شحال كدير في الدايلي بادجيت ديال كونفيرجن بار داي في ايكوم لوكال. الادسيت كندير لها 10 ما بين 5 10 دولار. علاش؟ ملي كدير مبلغ كبير في الادسيت الوحده الكوست فابورشيز كتطلع اوتوماتيكمون. دونك كنحاول على ديك ما بين 5 10 في كل ادسيت، ولكن كنكثر لي زادسيت. يعني ملي كنبغي نسكيلي راه كنسكيلي ب لي زادسيت بالدوبليكيت. والسكيل ماشي بالبرودكت، عفوا ماشي السكيل ماشي غير بواحد البرودوي. حاول تسكيلي في الفيسبوك وتسكيلي او ميم طون بليزيغ برودوي. لي برودوي في المغرب كيموتوا دغيا كما قال الاخ قبيله، كاين منافسه. يعني البرودوي ساهل يموت، ولا كاع ما ماتش كاين واحد المشكل اخر انك كتبيع فيه شويه كتمشي للسوق قال لك ما بقاش، جا واحد السيد جمل وداه. دونك حاول معمر تخدم على واحد البرودوي وخدم على بليزيغ برودوي. بغيت نهضر لكم على واحد القضيه اخرى ما سولونيش عليها الاخوان، ولكن الناس اللي خدامين في الايكوم لوكال او الناس اللي خدامين في اي بيزنس بازي على كاش اند ديليفري كيطرا لهم واحد المشكل، واللي طرا ليه قولوا اللي طرا ليه قولوه ليا. اللي طرا لهم هذا المشكل غنقول لك يقولوا لي في الكومونتير. هو انك كتكون خدام كتشيفري كيدوز واحد الشكل كتقول لي بعت 100 كا، واحد 100000 دولار هي مليون درهم بالمغرب، وكي ملي كنقول لك شحال طلعتي فيها من بروفيت كتقول لي والو، واحد 5 كا، واحد 50000 درهم، ولا كاع ما كايناش. هذه كطرا بزاف. انا تلاقيت مع الناس بزاف بزاف بزاف. واحد اخر واحد تلاقيت بواحد السيد قال لي فاكادير، قال لي باع 53 كا شيفر دافير يعني سيلز، وملي قلت لي شحال بقى لك في ديك 53 كا قال لي في 3 كا. جلس معاه وراني لي الشيفر ديالو، لقيتو انه كيطيح في واحد المشكل اللي كيطيح فيها اغلبيه ديال الدراري، اللي هي انك كتشيفري كتبيع ولكن في الاخر ما كاينش لك الربح. هنا لماذا؟ لانك عندكم مشكله، او ماشي كلكم، اغلبيه اللي طاح في هذا المشكل عنده مشكله في التسعيره.
التسعيره انا ما عرفتش واش كتحطوها. ملي كتقول لي بغيت نبيع هذا مثلا ما عرفت كيفاش كي بدماغ كتقول غادي نحط لها داك الثمن. يعني واش انا كنشريها ب اكس خصني نحط لها ايغريك ثمن؟ هنا معادله غير صحيحه الاخوان بتاتا. المعادله الصحيحه ملي كنبغي ندير الثمن لهذا البرودوي كاينه معادله خصك تحترمها اللي هي الثمن اللي خصك تبيع فيه يساوي، كتبوا معايا لا كتبوا فرقه السيلو يكون احسن، الثمن يساوي واحد اكس، كتبوا داك اكس زائد داكشي باش كتشري البرودوي زائد داكشي باش كتقام عليك البورشيز مضروب في 3 وغنقول لكم علاش، زائد الشيبينغ مضروب في 2 وغنقول لكم علاش. انا نعاود لكم المعادله، الثمن باش اللي خصك تبيع به يساوي واحد اكس، كتب اكس غنشرحها لكم، زائد الثمن باش كتشري البرودوي زائد الفيسبوك يعني الكوست بار بيرشيز مضروب في 3 زائد شيبينغ مضروب في 2 ونشرح لكم علاش. اول نكتبها هنا باش تصح ليا، برودينغ فيسبوك مضروب في 3 شيبينغ مضروب في 2. تقول لي شنو هو هذا الشيء؟ داك اكس هو داك الربح اللي بيتيه انت يطلع لك، قلنا زائد البرودوي باش كيفاش كتشريه هذا كتعرفوا، كتزيد ليه الفيسبوك مضروب في 3. تقول لي علاش كنضربوا في 3؟ لان داك الكوست بار بورشيز اللي كتشوف في الفيسبوك ماشي هي الريل، كيجي حتى فيها الريل يقول لك لا انا كنجيب الكوست بار بورشيز بدولار، فين هو الفلوس؟ وانا كنبيع 200 درهم والبرودوي كنشري ب 40 درهم وكنبيعو ب 10 درهم، يعني هو دولار يعني 50 درهم والشيبينغ دار لي كاع 50 درهم، 100 درهم فين هو الباقي؟ يعني هو نظريا خصو تبقى لي 100 درهم، يعني 200 درهم ناقص 40 درهم ديال البرودوي ناقص 10 درهم ديال فيسبوك اد ناقص 50 درهم ديال الشيبينغ ماكسيموم، يعني 100 درهم فين هي 100 درهم الاخرى؟ نظريا كاين الربح، ولكن ملي كيجي هو في لافان الشهر ولا كاين الفلوس كيدخلوا ما كاينينش، يمشي الله اعلم. علاش؟ لانه داك الكوست بار بورشي اللي كتشوف ماشي ريال، هذاك ماشي ريال اخويا، لانك انت نعطيكم مثال، مثلا طلعتي 100 اوردر ب 1 دولار بار بورشي اللي هي 100 دولار، ديك 100 اوردر واش كامله تليفرات؟ لا. واش كاملها تكونفيرمات؟ لا. يعني انت من الكول سنتر عندك البنت ولا الدري اللي خدام عندك في الكول سنتر ولا انت براسك ملي كتعطي ديك 100 ليستا اللي شراو عندك هذا البارح جيتي الصباح خدم عليهم، واش كاملين كيجاوبوا في التليفون؟ لا. ولا كاع جاوب واش كاملين كيكونفيرميو؟ لا. كنحطوا هنا واحد المعادله ديال انه 30% ديالهم او الثلثين اللي غادي يجاوبوكم ولا غيكونفيرمو معاكم، يعني 66 واحد من 100 واحد، يعني ها واحد الثلث ديال فيسبوك مشى لك هكاك. عاوتاني ملي كتصيفط ديك 66 او داك الثلثين اللي كيتليفر في المغرب، الافريج في المغرب بالسلعه ديال الشينوا هي 50% اللي كتليفر لك، ما تقولش لي 90% و100%، هنا ما غاديش نضيقك. علاش؟ لانك اللي كيدير 90% و100% كيخدم واحد البرودوي براند ولا كيخدم واحد البرودوي اللي الناس باغيينو وكيخدم واحد كنسميهم استثناءات. هذوك الاستثناء انا ما كنبنيش عليه، حيت الاستثناء كيخدم عليه 1% و 2%، انا كنخدم كنهضر لك على داكشي اللي خدام عليه الناس كاملين. واخا تعاود المعادله، نعاود المعادله الاخ، قلت لك البريسينغ يعني التسعيره تساوي اكس زائد البرودوي تشري باش كتشري زائد الفيسبوك ادز الكوست بار بورشيز مضروب في 3 زائد الشيبينغ مضروب في 2. قلنا الاكس هو داك الربح اللي بيتي يطلع لك في الاخر، البرودوي داكشي باش كتشري، الفيسبوك مضروب في 3 نشرح لك علاش، حيت ملي كتجيب 100 اوردر يلا كتكونفيرمي فيه الثلثين، وداك الثلثين ملي كتصيفطو 50% ديال الثلثين هي اللي كتليفرا 50% كترجع لك، دونك كتطيح لك 30% عليها كنضربوا الفيسبوك على 3. يعني الا انت كتجيب الكوست بابورشيز في الفيسبوك كتبان لك 1 دولار، راه الريال هي 3 دولار باش نكون معاك واقعي، وملي كتجيبها بخمسه راه الريال هو 15. على هاد النقاط قلت لكم قبيله انه البيزنس اللي مبازي على الكاش اند ديليفري هو توتالمون ديفيرون على البيزنس ديال دروب شيبينغ. دروب شيبينغ بعتيها تخلص لك بالباي بال ولا بالكارتا في سترايب تخلص لك صافي. هنا لا هذا هو المشكل اللي قلت لكم قبيله، الدراري جاوا بديك الخلفيه
ديال الدروب شيبينغ وطاحوا في الايكوم لوكال، ونظريا كيبقاو في النظري اللي هو بحال الدروب شيبينغ معادله 1 زائد 1 يساوي 2 كيقول لك لا كاين الربح في الاخر الشهر، ما كاينش الربح ما كاين والو. يعني قلنا الفيسبوك مضروب في 3، المجهول الاخير في المعادله هو اسمحوا لي، المجهول الاخر في المعادله هو الشيبينغ مضروب في 2. كتقول لي علاش كنضرب الشيبينغ مضروب في 2؟ لانه الشيبينغ علاش كنضربو في 2؟ ملي كتصيفط بار اكزومبل في امانه ديك التلوتين اللي قلنا كتلي بر 50%، ديك 50% راك مخلص عليها. فين فين سيتي ديك 50% او ديك النص اللي ما غادي او دوك لي زوردر اللي ما غادي تليفراو وتمشات لك 850 درهم. وحتى مع الشركات الاخرين ابار امانه، هنا نقدر نقول لكم شخصيا جربت اغلبيه ديال دوك الشركات ولقيت انه اللي كتليفراو 50% تهبط طلعت نزل 50% هادشي كتليفرا. تقول لي لا راه الناس ديك ما كيحسبوش لك الروتور كيحسبوا لك. هنا ما تدخلنيش انا في ديك المعادلات او الاستثناءات، انا كنهضر كقاعده عامه. حسن تحط هذه المعادله اللي هي أسوأ احتمال ولا تحط ولا تحط انت احسن احتمال. الناس راه كيحطوا في الناس اللي كيخدموا البيزنس في الليفل العالي ما كيحط ملي كيبلانينغ كما كنقولوا ورقه وستيلو ما كيحطش احسن أسوأ احتمال، عفوا ما كيحطش احسن احتمال، كيحط أسوأ احتمال ممكن يوقع فيه. نتمنى انكم فهمتوا هذه القضيه ديال التسعيره ديال الناس ديال ايكوم، طبقوها وغتشوفوا لي ريزولطا. نعاودها لاخر مره، التسعيره باش كتخصك تبيع يساوي الاكس، الاكس هو الربح انت باش مقنع ب 70 درهم البياسة، ب 50 درهم 100 درهم. وهنا كتلعب لا مارجيك، ملي كتكون منافسه راه كتنزل داك الهامش ديالك، ملي كتكون ما كتكونش كتطلعوا هنا انت عاوتاني كما قلت الاخ قبيله ما كتوليش انت تحت رحمه المنافسين، تحت الرحمه ديال راسك. عندك الاكس زائد داكشي باش كتشري برودوي زائد الفيسبوك ادز يعني الكوست بار بورشيج فوا 3 زائد الشيبينغ فوا 2، هادشي كيعطيك واحد الرقم هو اللي خصك تبيع به. يعني هذاك هو اسوء رقم ممكن تبيع فيه، زيد انت عليه ديك الساعه ولا غير هذاك هو البره كما كنقولوا. انا هذه اهم حاجه بغيت نهضر عليها، الباقي كامل ربما كتعرفوه، ولكن هذه ما كنظن ما عمرنيش شي واحد طرق ليها انها ديال التسعيره بهذا الشكل. مهمه جدا لانني شفت الناس خدموا داروا دي شيفر، كاين اللي دار مليون درهم، كاين اللي دار 2 مليون درهم، كاين اللي دار بزاف د الحوايج مبالغ كبيره عفوا، ولكن في الاخر ملي كتقول لي شحال صحت لك في النيت بروفيت قال لك اودي راه صحت لي واحد 5% او 2% ولا والو، قال لك انا خدام فابور. هذا واحد المال جيستيون يعني ما قراهاش مزيان، ماشي ما قراهاش مزيان، هو غير ناقصه الخبره او خانته الخبره، وهذه فرصه باش تتعلم. غادي تبيع ولكن خصك تنقص البروفيت ديالك عوض ما تبيع بالخساره. ما فهمتش السؤال ديالك حميد مؤمن. تحيه للحميد الاستاذ ديالنا الكبير اللي كنتعلموا منه يوميا. تري بيان، هذا سولني واحد السؤال قال لك كيفاش تقدم. صراحه الله انا جوج نقط اللي حطيت في ورقه باش نشرحها لكم، هو التسعيره اهم حاجه، ثاني حاجه هي التيم. يعني الايكون في المغرب او اي ايكوم ماشي بالضروره المغرب، كناخذو كمثال اي ايكوم حتى بلال كاين ما بانش ليا، بان لينا خايب الى البان. اي ايكوم في مبازي على كاشن دينيفري في اي دوله في العالم، في البرتغال، في البرازيل، في كينيا، في تايلاند، ما عرفتش. المهم اي اي كوميرس مبازي على كاشن دينيفري في جوج نقط مهمين، هاد المهمة اللي هضرنا عليها ديال التسعيرة، وكاينة القضية ديال التيم، الفرقة اللي خدامة معاك، الفرقة اللي خدامة معاك هي اللي ممكن تطلعك أو تهبطك. وغنعطيكم مثال، يعني أهم حاجة خاصك في التيم هو الكول سنتر. تقول لي داك اللي كيبالي، داك اللي كيلصق الشكوط، داك السيد اللي كيدي الأمانة، مع احتراماتي لهم ما مسوقش لهم. اهم حاجه عندي، اهم ديبارتمون عندي مهمه في الشركه اللي كدير اي كوميرس بالكاشن ديليفري هي الكول سنتر. واحسن وحدين كيتخلصوا فلوس او اللي خصك تخلصهم مزيان وتا
تهلا فيهم هما دوك البنات اللي كاينين في الكول سنتر عندك. غتقول لي علاش؟ راه ما يمكنش اخويا تجيب بنت. انا شفت ناس مع احتراماتي لهم وكيعرفوني وكنعرفهم غير يتقلقوا على الهضره ماشي سوقي ما سوقيش. راه لا يعقل تجيب بنت باش تكونفيرمي لك دي زوردر في التليفون وكتعطيها 1500 درهم. هذا انا ماشي كنقول لك، كنقول لك ماشي قانوني، انا ما سوقيش، كنقول لك راه هذيك السيده راه ما غاديش تعطيك واحد الكواليتي ديال الخدمه. ها هو السكسيد اللي كيجيب فيا. ما غاديش تعطيك ديك الكواليتي ديال ديك الخدمه. راه المينيموم اللي خصك تعطيها هو 3000 درهم المينيموم، زائد لي بريم او لي بونيس على الاب سيل والداون سيل والكلوز سيل الى اخره. علاش؟ لانه هاد السيده هي اللي ممكن انك عطيك 66% اللي قلنا قبيله ديال انه من 100 واحد 66 اللي غادي كونفيرمي وليك، راه هي اللي ممكن تطلع لك فوق ديك 66 وهي اللي ممكن تهبط لك تحت من 66. وكاينه نقطه مهمه كنقولها لصحابي، يقول لك لا ديك السيده كتكونفيرمي ليا، كتجيب الكونفيرماسيون مزيان، واش انت كتراكي داك الكونفيرماسيون شحال فيها؟ شحال فيها فيها؟ نعطيك مثال، خدامي عندك شي جبنات في الكول سنتر كيكونفيرميو، الى اسيدي عطيهم 100 الوحده وكل وحده كونفيرمات 80 وحده كونفيرمات 60، راه ماشي بالضروره هذيك اللي كونفيرمات 80 احسن من ديال 60. غادي ديرها في راسك، راه ما عمر هذيك اللي كونفيرمات 80 هي احسن من اللي كونفيرمات 60. الحسن هو شحال في الاخر تليفرا، لان كاين اللي كيكونفيرمي بالزربه وكاين اللي كيكونفيرمي ثقيل ومرزن ومرزن و واخا كيجيب الكونفيرماسيون اقل هذا كيربحك، راه هذيك ديك 60 حتى 80 ربحاتك واحد 20، غيمشي لهم البرودوي وغتخلص عليهم الشيبينغ وما غاتيتشدش. هادشي بتجربه وبدي ستاتستيك، انا ماشي انا ولد ستاتستيك كما كنقولوا على راقي. انا الناس انا اي بنت عندي كنعرف عليها لي شيفر ديالها، شحال كتكونفيرمي، شحال كديليفري، شحال من ابسيل، شحال البورسونتاج، كلشي هادشي خصو يكون. قلنا في التيم اهم ديبارتمون عندك هو الكول سنتر، تهلا فيهم وواقف في التيم، حسسهم انهم مهمين، ما تحسسهم انهم زايد ناقص، لان اغلبيه الشركات ديك البنت اللي كتجاوب في التليفون ديما هي المحقوره، هي ديما اللي ما ساويه شيء. بالعكس حنا خصنا تعتبر هي انت هي الملكه ديال البيرو، وانت هي اهم عنصر عندي في البيرو. قلنا التيم تراكيه اذا عندك بزاف ديال البنات او الدراري. انا كنقول البنات لانه احسن واحد تخدم في كول سنتر هي بنت، علاه كنقول البنات. تراكيهم كل شهر، طلع لي ستاتستيك على كل واحد. الحاجه الثانيه اللي هي لا او في الافريج اوردر فاليو، وهذه مهمه جدا، وغنعاود لكم واحد المثال طرا لي شخصيا. هذا شخصيا كنت كنبيع في الايكون في المغرب الشهر اللي فات، وكان عندي الافريج ديال الاوردر اللي تليفرا هو باقي عاقل عليه بالرقم 256 درهم. هذا شنو معناته؟ معناته انه كل اوردر تليفرا القيمه ديالو الماليه هي 256 درهم. مشيت عند البنات ديال الكول سنتر قلت لهم خدموا لي على الابسيل والداون سيل. شنو هو الابسيل والداون سيل؟ هو انه ملي انت شريتي عندي هذه، ملي كيعيطوا لك البنات يكونفيرماك، ملي حتى كيساليو الكونفيرماسيون كيقول لك لا عندنا واحد لوفر راه ممكن نعطيوك الثالثه الا شريتي جوج باي 1 جيت باي 2 جيت 1 فري، عروض بحال هكا. بهكا طلع عندنا هاد لا او في، يعني الافريج اوردر فاليو من 256 درهم ل 336 درهم. شحال هذيك؟ 50 60 70 80 درهم. يعني انني بهكا طلعت 80 درهم في كل اوردر تليفرا مجانا، وكنعطي فيها 20 درهم لديك البنت. انا ماشي ابارسلر ديالها كنقول لها شوف اي ابسيل تليفرا، ماشي ابسيل درتي هما تليفراش، اي ابسيل تليفرا نعطيك فيها 20 درهم. دونك هي كتطلع لي واحد 80 درهم بارده، ما فيها لا فيسبوك ما لهم يحزنن. كنعطي ليه فيها واحد 20 كنشري ليها 60 درهم ديالي بارده، ابار داك 256 درهم اللي هي ديجا كاينه. دونك
علاش قلت لكم قبيله داك التيم مهم جدا تهلا فيه. البنت الا ما كتهلاش فيها وما كتعطيهاش دي بريم ما كت صالير مزيان ما غتجيب لك الابسيل. تقولي انا عشان نطبز مع راسي مع الابسيل وهو يربح الفلوس انا الصاله ديالي غناخذو. علاه قلت لكم الاخوه راه مهمه بزاف هاد النقاط، لان في الايكوم لوكال او اي ايكوم بازي على كاش اند ديليفري اهم حوايج فيه ماشي هو الفيسبوك ات ماشي هو البرودوي. قلت لكم في الاول ديال اللايف اهم حاجه او الصعيب فيها واللعبه كما كنقولوا فين كاينه، كاينه في الاوبريشن في التيم مانجمنت في ستريكتير ديال لونتربريز ديالك ديال الشركه ديالك، ماشي بالضروره شركه في ورق، المهم غير داك التيم باش خدام ستريكتير كيفاش كتقرا كيفاش كتقرا لي ستاتستيك ديالهم كيفاش كتجيريهم كيفاش كتقرا لي ستاتستيك ديال البيزنس ديالك. انا عارف الناس خدامين ملي كتقول لي اعطيني لي ستاتستيك في البيزنس ديالك ما عنديش. وحاجه اخيره ما ننساها هو ان الواحد فيكم هذه مهمه بزاف ملي كتبيع بليزيور برودوي يعني اكثر من منتج واحد عاد يكون عندك دي ستاتستيك ديال كل برودوي شحال كتليفري فيه. نعطيكم مثال وهذه وقعت لي شخصيا، كنت كنبيع 10 ديال البرودويات 9 و10 و11 المهم نقولوا 10 باش نسهلوا علينا الشرح. هو انا كان عندي 10 ديال البرودويات وكنبيعهم مزيان والبروفيت هو هذاك الى اخره. سالا واحد الشهر نزلت ليكسي اش لقيت؟ لقيت واحد البرودوي في دوك البرودويات 10 كان كيخسر ليا، ماشي كيخسرني ناقص. ها يعني قلنا الافريج هو 50% اللي كتليفرا، كاين واحد البرودوي عندي فيه 70% وكاين واحد البرودوي فيه 30%. تخيلوا معايا كون حيت داك البرودوي ديال 30% غيطلع ليا انك داك 50% غتولي 60 ولا 55 ولا 58. دونك ستاتستيك اهم حاجه. نقدر نقول لكم عنوان النجاح في اي ايكوم بازي على الكاش اون ديليفري هو لي ستاتستيك. الا انت ماشي داك النوع اللي كيهز ورقه وسيلو وكيحل البي سي وكيخدم على ليكسيل وكيطلع لي شيفر، نقدر نقول لك انت ما كتصلحش تجيري. ماشي دير ممكن دير بزنس وتجيب الناس اللي يجيريو لك، انت ما كتصلحش مع احتراماتي للجميع انك تجيري. ولا كاع كتجيري وكتطلع فلوس كتطلع 10 درهم في الشهر 20 درهم في الشهر، هذا ماشي خدمه. اسمح لي حميد يوم نسلم لي على عباس خان. باقي عقا حميد على داك عباس خان ديال دبي دوار. قلت لكم الا انت ماشي داك النوع اللي ولد ستاتستيك كما كنقولوا ليه ولد ليكسيل، ما كتصلحش انك تجري البيزنس. غير جيب لك اللي يجي غير جيب لك اللي يجري لك الا كتحلم في دي شيفر كبار. حنا ما كنهضروش على الشيفر ماشي هو 10000 دولار هي اللي 100000 درهم في الشهر، حنا كنهضروا لك على فوق مليون ديال الدرهم. والناس اللي غيحضروا العرب على العرب افريت ساميت غادي يحضروا لواحد ليتود ديال 100 مليون ديال الدرهم، 100 مليون ديال الدرهم اللي هي 10 المليار المغربيه في الايكوم. يعني هنا ما اللي كيهضر على 5000 دولار 6000 دولار ما كنهضروش عليهم، غير جيري راسك هذاك الشيء غير بوحدو غادي يجي. ولكن ملي كتقول لي انا بغيت تجي شيفر كبار يعني فوق 100 مليون مغربيه 500 مليون مغربيه مليار مغربيه في العام، هنا خويا راه خصك لي يجري لك الا انت ماشي ولد ليكسيل. المهم هادشي شرحتو ما عرفتش وصلتكم فكره ولا لا، فوالا لي كومونتير قولوا لي. اعطينا شي مثال بحالاش اخويا المثال ديالك كيفاش تسكيلي ادس اوبجيكتيف في الليد ما فهمتهاش. سيف الدين بوكور قال لك خويا واش كاين شي تولز باش كتبع الارقام؟ لا ما عنديش شي تولز، ولكن انا كنقاد لك سيت ديالي نقدر نوعدكم، ولكن ماشي دابا نقدر نوعدكم من هنا واحد حيت دابا انا مسافر على دبي ومشغول، نقدر نوعدكم هنا من هنا السيمانه غادي نحط لكم واحد ليكسيل فيه هادشي، فيه ليكسيل انا باش كنخدم شخصيا كيفاش كنتراكي السيلز كيفاش كنتراكي كل بنت في الكول سنتر البرفورمانس ديالها والكي بي اي ديالها وكيفاش كنتراكي شيبينغ برودوي كل برودوي شحال كيجيب ليا شنو هو البرودوي اللي كيخسرني شحال هو هادشي غادي نبارطاجي معكم.
ماشي دابا كنعتذر لكم، نقدر نقول لكم دابا وما غاديش نديرها، يعني خصني نقول لكم الصراحه قريب ان شاء الله، قبل اراب افليت الساميت ان شاء الله. لطفي مسعيد ارى لي شي تذكره عافاك باش نحضر حتى انا. سي لطفي والله انا ما بقاتش فنعتك تيكيتا، هو ان ماشي ما كنهضرش عليك انت شخصيا، كنهضر اون جينيرال، حيت ماشي انت اللي طرحتي هذا السؤال، بزاف طرح لي هذا السؤال ديال التيكيتا ديال اراب افليت ساميت. للامانه انا ما كنوزعش لي تيكيت ديال اراب افليت ساميت، عندي دو تيكيت ديال اراب افليت ساميت اللي عاطينه لي الناس اللي منظمين على اساس انني نعطيها للفولورز ديالي، وفي ايام القديمه غنعلن على مسابقه وغيربحوها جوج، وغيكون بنت ودري، يعني وحده للبنت وحده للدري لتكافؤ الفرص. ابارسا ما عنديش، ولكن انا لو بلاستك، انا لو بلاستك غنتسلف باش نمشي لاراب افليت ساميت، ماشي انا كندير الاشهار اراب افليت ساميت تحضر ولا ما تحضرش، يعني هذه قناعه ديالك الشخصيه. ولكن اراب افليت ساميت هذا العام حدث خاص لجوج نقط، النقطه الاولى كاين في المغرب، وشحال من واحد كاين ديزيفيمو على برا وما قدرش يخرج على المغرب يمشي لديك الدوله بالفيزا بابا الى اخره. الحدث الثاني انه داك الكم الهائل ديال السبيكرز اللي غير تجمعوا تما، نقدر نقول لكم هذه فرصه العمر في المغرب، كنهضر على المغرب، باش تشوف بحال هادو دوك الناس كاملين، ديميتريس وستيفوتان والدراري كاملين اللي غيكونوا، انك تشوفهم في واحد البلاصه مجموعين وجاو عندك حتى المغرب، ماشي انت اللي غادي، حنا راه مشينا نشوفوا ستيفوتان مشى حتى سنغافور وخصنا 7000 دولار و و و و باش نشوفوهم. انت كلشي جا حداك بشحال ما عرفتش شحال كدير التيكيت، 2000 درهم ولا 3000 درهم ما عرفتش صراحه، الله ما كنظلم وما مسوق، ولكن الا انت الدومين كتشوفو ديال راسك، الا كتشوف انك انت باغي تستافد، باغي تقرا، باغي تتلاقى مع الناس، باغي سير اخويا، وما كنظن انه فلوس منعوك، ما كنظنش لا انت لا اي واحد منعوه الفلوس. لماذا؟ لان المخير فيكم دابا اللي كيتفرج فيا، كيتفرج فيا في واحد الايفون ولا في واحد سامسونج كيدير المينيموم 1000 درهم. دونك انا ملي كنت كنتعلم والله ما عندي تليفون اخويا وما عندي بي سي، راك عارف بالله انا ملي بديت في البدايات ديالي والله ما عنديش بي سي، كنمشي عند ولد خالتي عنده واحد بوانتيم 3 قديم، جابوا لي شي عمو من برا وكنخلي حتى كينعس، يعني ماشي كنمشي كنقول ليه عطيه ليا، كيقول لي حتى نعس انا تنسالي منه مع 12 الليل، وكيمشي هو ينعس انا كنمشي كنخدم فيه من 12 حتى 7 الصباح، يعني كلشي حتى الاعذار عندي غير مقبولة. فين وقتاش ما عرفتش كنهضر سيمو سيلي، واش نقدر ندير الايكوميرس لوكال بوحدي في اول مرة؟ بيان سور اخويا، نهار الاول ما غاديش تجيب ليا البنات وتجيب ليا تيم وشركة وطنوبيلات في النهار الأول أخويا راه غادي تخدم بوحدك، يكون عندك 5 لي زوردر وغادي تجاوب و 5 لي زوردر وراه انت غتكونفيرميهم، انت غتصيفطهم، انت في البيزنس كيكبر الفلوس كيدخلوا الرويضه كدور كما كنقولوا، ها انت غادي التيم ديالك واحد بواحد. بقى دقيقة 30 ثانية على اللايف يكمل، ما عرفتش شحال دابا في المغرب، 10 الليل في دبي 3 الصباح ولا 2 الصباح ما عقلتش. سيف اللايف غندير ليه سيف، نتمنى انني وصلت لكم الفكره اللي بغيت نوصل في الايكوم لوكال، ونتمنى انني نكون خفيف الظل عليكم، واللي عنده شي سؤال يطرحه في كومنت ولا في ميساج بريفي في مناسبه قريبه ان شاء الله نجاوب عليه في ديال لايف. نقدر هاد اليومات ندير كل نهار لايف ولا كل يومين لايف، لانني باللي كنكون مسالي في دبي وكاين بوحدي. المفاجاه راه قلتها لكم، كاين دو تيكيت ديال اراب افليت ساميت، غنعلن خلال الايام المقبله على المسابقه كيفاش غتكون، نفكر فيها شي حاجه مختلفه. غادي تعطى تيكيتا الولد وتيكيتا البنت باش يحضروا، وهاد التيكيتا باش نكون صريح وامين هما عطاوهم لينا، قالوا لينا عطيوها لي فولورز ديالكم مسابقه، اما انا كون بقات فيا ما غنعطيش تيكيتا، باش نكون صريح جدا،
لان الحاجه اللي كتفابور غالبا لا لا يتم اعطاء لها واحد القيمه. الحاجه اللي خلصتيها الحاجه اللي خلصتيها غادي تخدم عليها وفي ستوريج جايه غنحط لكم ديك المعادله.